بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مراجعة على برنامج Big Blue Button للفصول الافتراضية. في البداية انه ممكن نعمل تسجيل دخول، ممكن نسجل بحساب جوجل. طبعا هنا معلوماتي انه كاسم مدرس، وهنا انا عندي غرفة الاستقبال بستقبل فيها طلبات انضمام للفصل الافتراضي الموجود عندي، فممكن انه انشئ اكثر من غرفة. هذه دعوة للمشاركين، رابط دعوة للمشاركين بعمله نسخ، وراح نفتح نافذة تانية للطالب. هذا الرابط احطه بشكل مباشر. طبعا هنا بدخل يعني اسم الطالب، هذا اسم المدرس بيكون هنا. هذه الشاشة اللي على اليسار بتكون للطالب، والشاشة اللي على اليمين بتكون للمدرس. هنا بدخل يعني الطالب، يفترض انه هو يدخل اسمه، لنفترض انه اسم الطالب هو طالب نجيب. بعمل انضمام. طبعا الطالب بيكون في حالة انتظار لغاية لما ان المدرس يبدأ. هنا في الشاشة على اليمين الفصل الافتراضي. طبعا ممكن انه يكون الدرس مؤقت بوقت معين، او المدرس انه بينتظر مجموعة من الطلاب انه هم ينضموا لهذا الكورس. ممكن انه المدرس الان يعمل بداية للفصل الافتراضي بهذا الشكل. تلقائيا على الشاشة اليسار تبعت الطالب بصير تحديث انه تم بدء الدرس. طبعا هنا بنحدد كيف آلية الانضمام، انه مايكروفون او انه استماع فقط. انه طبعا بطبيعة الحال نفعل المايكروفون. هنا بنخلي انه البراوزر انه يسمح يلتقط الصوت. هنا في اختبار لصدى الصوت. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، سمعت الصوت. نعم، سمعت. تمام. الآن إنه نيجي عند شاشة الطالب. شاشة الطالب إنه مطلوب منه الاستماع فقط، ممكن إنه هو يفعل الميكروفون فيما بعد إذا هو بده يسأل. فهنا بيكون إنه شاشة الطالب إنه بيكون فقط استماع. طبعا هنا أنا أوكي. طبيعة الحال إنه في صدى في الصوت، لأنه أنا يعني جالس على نفس الجهاز. فبالتالي أنا عملت ميوت للصوت بحيث إنه صوت المدرس فقط إنه هو يكون واضح في التسجيلات. طبعا هنا الطالب بشوف إنه هاي المدرس، تمام، إنه مفعل عنده الميكروفون، وهنا قائمة الطلاب إنه كل طالب إنه هي بيستمع فقط بهاي الكيفية. الآن نيجي هنا لشاشة المدرس. طبعا شاشة المدرس خلينا إحنا نكبرها أكثر. طبعا هاي إنه للشرح العرض، وهنا أنا يفترض إنه أنا بدي أضيف عرض تقديمي، أو ممكن أعمل مشاركة فيديو، أو ممكن أعمل تصويت. بدي أعمل أرفع ملف، بدي أتصفح. في أنا عندي هاي المحاضرة مثلا على سبيل المثال، برفعها هنا، بختار رفع. ممكن أرفع عدة ملفات مع بعض. الرفع هنا بياخد شوية وقت، خلينا ننتظر.
طبعا بعد ما تم رفع الملف، انه بيقوم منظومة الفصول الافتراضية بتحويل هذا الملف لفورمات خاص بحيث انه يكون يعني متوفر للطلاب، بحيث انه انا احط عليه الانوتيشن كل هاي الامور. فهنا بصير انا عندي معالجة للصفحات السلايدز 11 من 28 13. تمام، انتهت الأمور. طبعا هنا في أنا عندي تشات، إنه نفترض إنه هذا المدرس، السلام عليكم يا طلاب، كيف الحال اليوم؟ طبعا هذا الكلام يفترض إنه هو يظهر عند شاشة الطالب. تمام، فهنا الطالب، إنه نفترض إنه الطالب النجيب، إنه ممكن إنه يرد إنه الحمد لله يا أستاذ. طبعا طالب نجيب رد عليه، وطبعا انه تم مشاركة السلايد زي ما انتم شايفين، انه هي عند الطالب. خلينا نكبر شاشة الطالب، والدردشة هاي انه نخفيها، انه هي الباب الاول مقدمة لإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية. طبعا هذا كمثال لشرح. هذه شاشة الطالب، خلينا نرجع لشاشة المدرس ونخفي الدردشة ونبدأ التسجيل. تمام، الآن بتبدأ عملية التسجيل. هنا يفترض إنه السلايدز، إنه أنا ببدأ أشرح اليوم، إنه إحنا يا شباب اليوم بدنا نحكي عن موضوع مقدمة في التجارة الإلكترونية. طبعا هاي الشاشة إنه ظاهرة إنه هي شاشة المدرس، إنه هاي اسم المدرس، إنه واضح على المؤشر. تمام، إنه ممكن يتنقل بين شرائح العرض. هذه الشريحة الثانية، هيا نرجع لطريقة العرض هاي ونرجع نشوف شاشة الطالب. طبعا هنا انه وين ما بيأشر المدرس انه بيظهر عند الطالب، زي ما انتم شايفين على الشاشة اليسار. طبعا عند الشاشة اليمين، انه الطالب ممكن انه هو يطلب بعض الاشياء من خلال المدردشة، او من خلال ممكن يطلب دردشة خاصة مع الاستاذ بهذا الشكل. وهنا طبعا هنا الأدوات، بدنا نشوف إيش هي قائمة الأدوات اللي أنا عندي عند المدرس. ممكن إنه هو يستخدم قلم. اليوم يا شباب بدنا نحكي عن مفاهيم وتعريفات ومصطلحات أساسية في التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية شو معناها؟ إنه هي عملية بيع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات عبر الحاسوب، أو عبر الحاسوب. طبعا بده يكون إنه بطبيعة الحال إنه عبر الإنترنت. طبعا انا زي ما انتم شايفين انه الشاشه على اليمين والشاشه على اليسار، شاشه اليمين هي شاشه المدرس انه بكتب بالقلم، والشاشه اليسار هي شاشه الطالب بهذا الشكل. طبعا الاعمال الالكترونيه، الاي بزنس، هو تعريف اوسع من التجاره الالكترونيه. تمام، لا يشمل فقط اللي هي عمليات البيع والشراء، ممكن انه ندخل في الموضوع خدمه الزبائن، التعاون مع الشركات الاخرى وهكذا. ننتقل للشريحة اللي بعدها، التخصصات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. في العديد من التخصصات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، منها المحاسبة، الإدارة، القانون، لأنه لازم يكون في عندي تشريعات بتخص البيع والشراء عبر الإنترنت. كذلك تكنولوجيا المعلومات، أكيد أنه هي يعني هي قلب موضوع التجارة الإلكترونية. كذلك الاقتصاد، لأنه الاقتصاد لما يكون مبني على الاقتصاد الرقمي، في له معايير ونظريات متعلقة فيه. طبعا الهندسة، إدارة الموارد البشرية، التسويق، كل هاي الأمور بهذا الشكل. بعتقد أنه هاي
لمحة عن البيج بلو باتون، انه كتطبيق فصول افتراضية، كيف انه هو انه في شاشة المدرس وشاشة الطالب، وزي ما انتم شايفين انه هي مبنية على الويب على البراوزر، ما فيش داعي انه المدرس انه هو ينزل تطبيق معين ولا الطالب انه ينزل تطبيق معين. ممكن اوقف عملية التسجيل من هنا، تمام، هنا انه ايقاف التسجيل مؤقتا، نعم. وهنا طبعا هذه مشاركة الشاشة، فبيصير أنا عندي هنا مشاركة الشاشة ككل. فلو أنه أنا بدي أبرمج، خلينا نرجع أنه مواصلة التسجيل عشان أنه هاي ينحفظ في الجلسة، هاي مواصلة التسجيل. طبعا هنا ممكن أعمل مشاركة للشاشة، وهنا بختار انه الشاشة كلها كاملة، انه الانتاير سكرين، تمام، وبعمل مشاركة. طبعا الشاشة كلها بتظهر بالكامل، لانه في حال انه انا بدي افتح اي شغلة معينة، بدي افتح تطبيق معين او اي شغلة، حيظهر للطالب مباشرة، فبالتالي الشاشة كلها انه تم مشاركتها للطالب، فهي انه مشاركة الشاشة بتظهر. لو بدي افتح تطبيق خارجي، لو بدي افتح مستعرض، لو بدي افتح اي شيء من هذا القبيل، طبعا ما دام انه الشاشه مشاركه كلها بالكامل، انه بصير انا في عندي تكرار في الشاشه لانه انا شغال على نفس الشاشه، فممكن اعمل ايقاف لمشاركه الشاشه ونرجع للوضع الطبيعي، تمام. وبتلاحظوا هنا انه الميكروفون كل ما احكي انه هذا الصوت انه هو بيتكرر. ممكن انه احنا ننهي الكلاس هنا انهاء الاجتماع، والفيديو هذا حيتم حفظه بشكل تلقائي. وطبعا يعني اذا احنا يعني بنمثل انه احنا في فصل افتراضي، بنقدر نقول انه يا شباب انتهت محاضرتنا اليوم، ونراكم المرة القادمة ان شاء الله. تحياتي. طبعا التقييمات ممتازة. الآن هذا بالنسبة للمدرس، والتقييمات للطالب إنه ممكن نحط إنه ممتازة بهذا الشكل.